اعلاننا احنا بس، واحنا ناكلك المحمر والمشمر. عشان تفهم اللغه المصريه لازم تعرف يعني ايه تبديل حروف، يعني ايه المصريين بينطقوا الثاء تاء، بينطقوا الذال دال، بينطقوا الراء لام، وهكذا. يعني في احيان يحصل كده. فاللي انا بقوله ده هينطبق كويس قوي على كلمه المشمر. هو بيقول لك ايه، هاكلك المحمر والمشمر. المشمر الحقيقه في النطق اصلا والكتابه هي المجمر. يعني ايه المجمر؟ هو المحمر يعني ايه؟ انت بتحمريه، بتحمريه في الزيت، بتحمريه في السمنه، المهم في الاخر بياخد لون ايه؟ احمر. طب ايه بقى المشمر اللي انا بقول ان هو مجمر؟ مجمر يعني ايه؟ يعني مطبوخ على جمر، الجمر اللي هو الجمر يعني باللغه البحر. فهي في الاصل خالص مجمر. طب هل احنا في كلمات نطقنا الجيم بتاعتها شين؟ اه، كلمه وش. وش في الاصل لو انت بتسمع المسلسلات السوري يقول لك وجه. طيب هي في الاصل خالص وجه، اللي هي وجه اللي احنا بنقول. طب ايه تاني؟ يقول لك البهيمه بتشتر. بتشتر يعني ايه؟ بتطلع الاكل اللي هي مخزناه في المعده وهي في الفاضيه كده تقعد ايه؟ تمدوه، فهي بتشتر. طب هي ايه الاصل بتاعها؟ بتشتر. ففي كلمات لما تيجي تنطق الجيم بتاعتك بتحود منك لايه؟ نادي الاسين شين. فهي في الاصل اكلتك المحمر والمجمر.